السلام عليكم، معكم مطاب خسرية من جهة الرباط صلاة كويزين مودرن MTF. هذا المطبخ خدمناه من MTF مع اللاطي في الصناديق، وتيجي بسطح العمل يعني من نوع جرانيت جالاكسي. كيف كنت كور دائما الاختصاص ديالنا تبقى في الخشب، يعني العود اللاطي اللي هو تبقى تابع للعود مع MTF اللي كنديروه كديكوراسيون في البيبان، لان فيه اللمعان ديالو كيجي رائع. كاين ناس كتبغي تخدم الام تي اف بانواع كيكون يعني مات ما فيش البريو، وكاين ناس كتفضل البريو. بالنسبه للناس اللي كتبغي الالوان مات، راه كاين حتى اللاطي فيه الوان مات حتى هو تيجي رائع، كيبان لك يعني عود اصلي. كيف كنذكر دائما تنحاول ما امكن ندير واحد الفيديوهات اللي قصار ما يكونوش طوال، اللي كتبان فيه الخدمه، تيبان فيه بالنسبه للتقسيمات ديال المطبخ، بالنسبه للشكل النهائي. وبالنسبه لاي شخص يعني كيف دائما تنقولها وتنعاودها، بغيتي تصلح المطبخ ديالك راه ضروري من قبل تكون استشاره مع الناس اللي غادي يخدموا لك لاكوزين، باش ما يكونش عندك الاخطاء فيها، باش هذاك التصميم يكون تصميم عملي، يكون تصميم لي رائع وما عمرك ما تندم عليه. يعني لانه الا مشيتي تخدمتي المطبخ يعني بواحد تصميم او بواحد الهندسه اللي خاطئه، راه غيجي واحد الوقت غادي تندم، وما غاديش يكون الاستعمال اليومي ديالك او الاستعمال اليومي ديال صاحبه المطبخ ما غاديش يكون مريح، وما غاديش يكون يعني بواحد الراحه تامه في المطبخ. كيف كنذكر اهل الاختصاص اولى ناس، الحمد لله حنا ما كنزكيوش راسنا، يعني حنا من السباقين في الدومين، الحمد لله عندنا تجربه كبيره في الدومين هذا اللي كتبقى لينا حنا كحريفيه اللي كنصنعوا بيدينا هذا الشيء. هذا هي الميزه. وكيف كنذكر دائما كتكون استشاره هي شيء صحيح في المطبخ. يعني اي واحد بغى يصايب شي مطبخ ولا شي حاجه، راه كيستشر مع هذاك اللي غادي يصايب ليه المطبخ ديالو، او هذوك الناس اللي غادي يتكلفوا ليه بالاصلاحات. هنا كيبان لكم الشكل النهائي ديال المطبخ، يعني كيجي بالستيل ديال الكاسكيت مع بارات ستوندار من تحت. هذا الستيل هذا كاين ناس كتفضل تقولك انا بغيت كوزينه بالستيل كاسكيت، وكاين ناس كتفضل كوزينه بالستيل كيكون ستوندار. هنايا الشكل النهائي ديال المطبخ. اي واحد يحتاج استشاره في المطبخ مرحبا، ما كان مخلوع على حتى شي واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.